السلام عليكم. اليوم قلنا نتكلم لكم عن احد اكثر الات الاسبريسو مبيعا في ايكوب، نوبس منلي ابي لايف. اول حاجه نتكلم لكم ليش اسمها ابي لايف. ابي لايف هي الموديل الثالث، في منها ابي بعدين ابي 2 جت ابي لايف. لايف يجي من ان استهلاك الطاقه لهذه الاله اقل تقريبا 30% من الاله اللي قبلها، يعني افضل للانفايرمنت للبيئه وافضل الى فاتوره الكهرباء في محلك ومقهاك. طب خلينا نتكلم لكم عن الابعاد. الارتفاع عندنا 53، الطول عندنا 79، والعمق 56، يعني تعتبر صغيرة مقارنة بالآلات المماثلة إليها بالتو جروب هيل. وش نشوف قدام هذه الآلة؟ يعني الواجهة وكيف نستخدمها كباريستا. أول حاجة نشوف عندنا في جهة اليسار وعصا التبخير. عصا التبخير تجيب ذراع ميكانيكي للأعلى يتم فيه برج في حال أنك تبغى تنظف أو أنك تبغى شوية ستيمينج من دون عملية مستمرة. إلى الأسفل يصير عندنا تبخير مستمر للتبخير الطبيعي. عندنا هذه ثلاثة أزرار، الزر الأول لإطفاء الآلة إذا كنا ما نحتاجه خلاص، زر مطول يتم الإطفاء، زر مطول يتم التشغيل. الثاني لصنبور الماء لو حبيت تسوي أمريكانو شاي أو فقط ماء حار. الثالث هي لأكتيفيت الكبور مر بالأعلى، هذا غير موجود اختياري، الباسيف أو الغير مباشر كافي وموفي في هذا الأداء. بعدين يجي عندنا هذه المجموعة من الأزرار، خمسة أزرار، اثنين نقدر نبرمجهم فوليومتريك، واحد سماي اوتوماتيك. طيب ايش يعني بالفوليومتريك والسماي اوتوماتيك؟ عندنا اربع ازرار، لو كان عندك محاصيل مختلفه تقدر لكل زر تخصصها لمحصول معين، او ان انت تبغى تستخدم وان باسكت سنجل شوت او دبل شوت باللي انت تحبه. اذا كان عندك محاصيل تحتاج اوقات مختلفه كلها عليك تضغط على زر ستوب في الوسط مطول. برمجة هذه الأزرار كل عليك تسوي تضغط على الزر ستوب بالمنتصف ضغطة مطولة، نستنى كم ثانية وتبدل الأزرار بالوميض. كل عليك تسوي تضغط على الزر اللي تحب تبرمجة ضغطة، متى ما بغيت تنهي هذا البرمجة تضغط على الزر ستوب، بيكون هذا الزر مبرمج. بس عشان نتأكد أن تمت البرمجة نضغط على الزر وبس. في العادة احنا طبعا ما قاعدين نسوي كالبريشن لمحصول معين، في العادة يتم اختيار القهوة ونسوي بالقهوة الحقيقية ونشوف كيف الاستخلاص اذا كان مثالي او غير مثالي، وبعدين يتم البرمجة. هذه الازرار الاربعة نقدر نبرمجهم، هذا السماء اوتوماتيك نقدر نسويه او نسميه مانيوال اكستراكشن، يعني انت لا تضغط عشان يبدل الاستخلاص، متى ما بغيت الاستخلاص يوقف تضغط عليه ويكون عملية الاستخلاص تامة. يعني اذا كان عندك اربع محاصيل وعندك محصول خلنا نقول فاخر اكسبرمنتال حاجة تبغى تجربها تقدر تستخدم المانيوال وتمضيه بكل يسر. نوع الجروب هيد الموجود نسميه ريز بمعنى ان نقدر نحط فيه الاكواب الرفيعة، يعني لو بغينا مثل هالكوب نقدر نحطه بكل يسر من دون ما يكون في عائق، يكون عندنا ايسر بدل ما نستخدم. لو كان هذا ما هو ريز بنضطر نحن نستخدم هذه الاكواب، ومن هذه الاكواب ننقلها للكوب اللي احنا نبغى نستخدمه، يعني تقلل الخطوات ونستخدم فيه الكوب اللي نحبه في المقهى أو المخبز. أيضا عندنا بالأسفل هنا يسموه الميرور، في حال نحن استخدمنا الاستخلاص وما نبغى ننزل على أساس نشوف الاستخلاص، هذا الجانب في الأسفل يقدر يروينا الاستخلاص من دون ما احنا نحن الظهر. أيضا عندنا الجيج بالأسفل هنا يبين عندنا ضغط الاستخلاص وضغط التبخير، يعني لمتابعة جودة وجاهزية الآلة في حال بديناها بداية الصباح. أشياء بسيطة جيد لو نذكرها، حجم الغلاية الداخلية 11 لتر من الماء، نظام التسخين فيها هيت اكسشينجر بمعنى انها هي غلاية واحدة للاستخلاص وللتبخير. طيب الحين تكلمنا واجد عن الآلة، ممكن نجرب الاستخلاص اياها. يلا من اجمل المميزات في هذه الاله هي نظام الاس اي اس سوفت انفيوجن سيستم، اللي هي ترطيب المسبق الناعم في مكان الاسبريسو الاعتياديه التقليديه بالروتري بومب، يبدل استخلاص على طول بتسعة بار. في هذه الاله ما تبدل بتسعة بار على طول، ولكن ان هي تاخذ منحنى الى ما توصل للناين بار. النظام يعني لو احنا طحنا وكبسنا بس كان في تشعبات داخل هذا الكبس وما كان كبس مثالي، مكان الاسبريسو المعتاده بيكون في نزول مباشر لان الماء بطبيعة الفيزيائية تعبر عن طريق السهل. في السوفت انفيوجن سيستم تحاول ان هي تتفادى هذه الشغلات، ترتب التشعبات
بيكون عندنا استخلاص ما بنقول مثالي ولكنه مقبول جدا وممتاز. خلينا نراويكم كيف ممكن نسويه حتى من دون اي كبس. هذا البونت فلتر وهذا البن ما كبسناه ولا حتى عدلناه باليد. هذه نتيجه الاستخلاص، القوام جيد، الكريمه موجوده، غير مثالي ولكنه مقبول. وهذا الباك بعده، الحفره الموجوده هي الى البرغ الموجود في الجروب هيد ولكن من دون حفر، يحاول قدر الامكان انه يخليه متساوي. سبق ذكرت ان الاله فيها غلايه بحجم 11 لتر، هذا الاله بامكانها انها تسوي 250 كوب في اليوم. طيب من الشخص المفروض انه يفكر ياخذها الى محله؟ وش المحل المثالي؟ احنا نفضل ان تكون الى محل ما بنقول مزدحم ولكن مزدحم نسبيا. من هذه الى مزدحم نسبيا اذا كان القهوه الثانويه له، يعني مخبز مقهى عنده ما هو مركز بشكل كبير على القهوه، تقدر تساعده هذه الاله في انه تضيف مدخول اضافي الى المحل تكون اضافه جيده له. هذه الاله لها عمر طويل زي ما ذكرنا 250 كوب، يعني بامكانه انه القدره على العمل والعمل باستمراريه من دون اي توقف. لهذا مخبز اذا كان عندك درايف ثرو مثلا، مقهى صغير محلي، اذا كنت معتمد على مشروبات الحليب بشكل كبير فهذه الاله بتكون مناسبه لك اكثر بحكم انها هي هيت اكسشينج. هذه نظره عامه حول الاله بكل مواصفاتها بشكل سريع. اذا كان عندكم اي سؤال استفسار حول هذه الاله اعطونا اياها في التعليقات تحت ومجاوبكم فيها في اسرع وقت. واذا احتجتوا مساعده في اي حاجه في عالم المشروبات والمقاهي اعطونا اياها في التعليقات تحت، بنتواصل اياكم في اقرب وقت. يلا الى اللقاء.